العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بشر ندرس رابر دوما باتي حسي نوني كان ما كتبوا لم لا عمل زوما كان كجزمة بسكون بين حالتي وصلا من حالتي وقفا بوشة في الكواء بساكن نجيبية ساكن في نجيبية يعني بالخدي بساكن نبوية بالخدي بلامير بسكون نبوية إيه موطن لك حسفة الملا هذا حسي كان خوي يعني جاك كان حسفك ليه جاني وهي بتنيا كان حسفك جاي وهاي لقل اسمك يا حسك يا جاي وهاي لقل خبرك يا حسك يا ترى وحسها أما عاد فيتر وصل ما قبل لغوتي وتختص كان وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارة أم جاوتي وتختص كان باشا ما تزوي الجفات هي كان أم جاوتي شيء وغيره ليس وفتي أول ثاني يعني اختص هي غير ليس فتي أوزانة بمكة جائزة كامل أو زي وباسي في أم جائزة باسي ذو يعني ويختص كان بجواز زيادتها متوسطة كان أوزان جائزة بحالة التوسط زيادة كري جائزة نولا في حد كري أما دو مورد جائزة حد في كان في كري بطنية كحال أو كان واري كحد كراوا بعيوة ديان دارة دولة بريكانك شي بعيوة ديان دارة ما بعيوة ديان دارة باشا وقل ما ننبي أم شعر أم شعر أما أنت ذا نفري جعما شعرك على أبا خراشة أما أنت ذا نفري فإن قومي لم تأكلهم هم الضبح أبا خراشة ما نفريك على أجلت ساحر نفري يعني شامازيك بويك وساحر نفري وقومك من ضبح يعني جراني ضبح يعني صامي جراني جراني نه يعني خواردی نه سعی جراني لبين يعني نه لبده منيش او استخاري كشوه دم نيشانه منيجاره كشوكاني حامدي بس او اما انت ذا نفرين لأصل اول لان كنت ذا نفرين شاكا لان كنت ذا نفرين افتخرت كحد اخرى يعني تو او استخاري كتل لبر اوليك ساحو نفري يعني ساحو كومكو كومالي بس او لان كنت شكرا وليلا نعمل الحذف حرف جر لأنه النقياسي لا حرف جر كان حذف كلاوة أن كنت معوته كان من حذف كرداء باشا كان خويبة يا حذف كلاوة أو أول رئيسة في تاري أم جار كان معي وكلا ميري متفصيل بو لا يوكا كلا ميري متفصيل بو مجهول إذا كان إنما مجهول إذا كان ميري متفصيل خب لا ميري متفصيل بو تعرف أنت أنت من دانا بأمجال بعوزي أبو بقى أنت بعوزي كان ما يكمل هنا حاملين أبو بقى أن ما أنت شاكا لم تكن أن كنت أنا كما هو لأن كنت أنا كجمع أبتا أن ما أنت دي أوثنون من قلب المخرج من قلبي نونة كذل من نون لما دعم فيه أبتا أما أنت أغلق الميمون نسا أودو حسانيك قريب المخرج يا قليب نفسي فتاة قلبي يقن أجن بيك وإتقام كالدنيان هل كان لك أن ساكن هو أن يعني أنا شيء أسر عليك وسأل لي لأنه لك ساكن أبي بكي بنو إلا غربت الناك لا تغربت من أبوه من مكا ساكن أبي بكي بنو خالدين أو أخطى أبيت شيء أبيت أما أنت بان فرين زايش أقول لك أو منصوبة اسم في الأسماء ستة منصوبة نسبقي بألفه أبيت خبره أو كان كواحد الكلام باشا فيش هاي دي من دسال اوية كثانة بثانية اخوي حد الكلام جاوت يا رب بثانية حد فكرية كانة لما ندي اما انت ذا نفرين دا وما عصميها ولقر اسمك يا حد فكرية في مثل ان خيرا فخيرون لما ندي ان خيرا فخيرون دا كشوار مجيكيا درستا اوة ان خيرا فخيرون لما اقل سمجيك ابو لواتا دا وشخين دي لا بحثي كانة دو خشير بو كانة ايا لواتا وزيح من دا اقل في المجلس كانوا بيتيانا جلس جلسك أو إن خيرا فخيرا يعني لكل شوانك لدواي إن شرطيه لدواي لم شرطيه أجر اسم واقع ببه وبدواي أو اسم دا مثلا فيه واقع ببه ولدواي فيك شو اسمك به يعني أجر الموقع يدعى بمشي وبوه لو دو اسم دا بشوار شو دروس بيه اخواني ناوي
أول كب منصوبي خلينا ودو مكب مرفوعي خلينا كأما لهمية من انتنا جعل أول كمان بمنصوبي خلينا ويا أكاتش أكاتش أولي كالحالجة قو اسم بي حذب هو أم اسم منصوبي شماوة ما خبر كيف أم جعل أو اسمي كالذاتي كشب مرفوعي خلينا باش أو خبر بوم ذات محزوب خبر بوم ذات محزوب يعني أولا شنما لأول قسمة تليها لأن سوم مجزيون بأعماله يعني بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشرا خلق ذلك يتبع عمله كذلك خير بخير شر بشر يعني إن كان عمله خيرا عارف يعني لقوا اسمه يحذبوه فجزاؤه خيرا أول والد لا أوكي شو مبتدا يحذبوه خير خبر أو مبتدا وأشواني هل كان منصوبيش لنا إن خيرا مثلا وخيرا بخوي واحد يعني إن كان عملهم خيرا فخيرا يعني سيجزون الخيرا فعداش خير يعني بأرده أو خيرا أليس المفعول دوره أو يجزون مقدرة شون أو يجزون دو مفعول يجزوها دعني كان واوفية وتناع فاعلي أنا شاء الله بمصدية لها يا أشريف بلد فكان كان فكان جزاؤهم خيرا يعني خير الخبر بهو خالد المقدر كلمات خالد لقد اسمك يا حافظ كلاك طلاب غير عسان كلاك فيجزون خيرا شاكر أجا هل كان بمفروعي خيرا بخير إن خيرا فخيرا فخيرا أه هل كان مفروعي بلا إن خيرا فخيرا أجا إن خيرا فإن أوفتا كان مخزوفا لقد خبر يعني إن كان في عملهم خيرا فجزاؤهم خيرا أرجع شرمضوك أول وعي باشا دوايا واحد أجل عكسي عام حالتك يستحيل بخلني نوع إن خير فخيرا أو اختلف إن كان في عمله خير فخيرا فيجزون خيرا أو دم توجبي أو دوايا هشوى وجهي ملاحظك برا مهمة جاءت لنا سرع وتكياكين كجلال كان لنا قبل اسمه يحظ السلام أم وجهي وجهي أصلية أو وجهاني الفرعين لي يبنى يا إن تميز ولو خاتم من حديد أوش حديدة كفراء شنو يبعت خذوت يا غمّت أصلهم كثيرة ما بينا بشر تجنة الصحابيها خوازيان يومو كمعريشة هيش ينمو بيتاب المهري فرمي بقرة أجل شيخ الكوانية للعاسم يخذي بيجو وزنو بينا دي كمعري كأوش ينمو دعائي لسر قرآن هند القرآن لبربو أي زانين كابراء طبق قرآن يزانين في غمّت بيجو قال سربي وشنو كيف هذا لسلم أو قرآن كرم معري هي تأخذني قرآن التمس ولو خاتما يعني التمس شيئا ولو كان الشيء خاتما باشا اشتيف اياك يا ولو كان الملتمس واني ولو كان الشيء الملتمس باع الشيء ملتمس كما يقراني خاتم يقبل يعني كل ثواني يقبل العاسم لذا كان اسمك يا حلق كلاما لدواي نوعه أبي لدواي نوعه أبي لدواي نوعه أنت أعلم الخصائص كان جواز حسيها برجل الصيف كان أولئك جائزة حسيتين ولها في ذلك حالة ثانية كانت تهريد حرك فتارة تحذف وحدها جاري وآية كان مثل يحف سكريب ويبقى الاسم والخبر اسم خبرك أن يميته ويعول عنها ما وما يتبع الوزن يمده وتارة تحذف مع اسمها وجار رجال يحف سكريب لقوا اسمك ويبقى الخبر وخبرك أن يميته أم جار ولا يعول عنها شيء أو كاتئتي هيش لقوا اسمك يا حافظ كراء وخبرك ما وتوى هيش بحيوذ نعيزي وقلا إن خيرا فخيرنا حيوذ نبو يعني لو خاتما من حبيبنا حيوذ نبو فالأول بعد أن المصدرية في كل موضع أو وكيعا أو كوا كان حافظ كراء بثنيا حيوذي وبين نوا لدواء أن المصدرية وبه لكل شوانة كأريد فيه تعليل فعل بفعل لهذا شوانة كإيرادي أو كرابي إذا ذي اللي جينا له إذا ذي أنا كلا تفعل كريبة إذا هو فعل استخرت لأن كنت ذال فريد لبرو كنت صاحب فريد افتخاركين يعني قلتي افتخاركين أولا لرجع فعل كراو بعد إذا هو فعل كتير كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت باشا لبرو كنت منطلق من المنطلق بو إيسا أصله انطلقت لأن كنت منطلقا لا أصل عارف فقدمت اللام وما بعدها على الفعل لام ما بعد فعلك كلأن كنت منطلقا ما كشفته بس انطلقت عربة لأن كنت منطلقا انطلقت
لبرتي جالي أن كنت منطلقا انطلقت في أشكال لأن كنت منطلقا في أشكال بس انطلقتها للاهتمام به لبرتي كزوما بلاوة مهمة أو لقصد الاختصاص لا قرأت معنى اختصاص اختصاص جانب البلد يعني هذا لبرتي وكتو منطلقين من انطلاق فصار لأن كنت منطلقا انطلقت ثم حدث الجار الاختصار فصار حسي حس جارك كلا كلامك يا لبرتي اختصار كما يحذف قياسا من أن باشا كقوله تعالى هل يكون حفظ قريب القياد لأن يعني أو حفظ الرحاس قريب القياد ثلاثة الأنبياء كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف ساكا يعني في أن يتطوف بهما جناح إلى سبني أو إنسان أجل توافي سقى ومروكا متواجبين وفيه اللي ما محذوبا ثم حذفت كان اختصارا عيرا باشا كان يشحظ قريب اختصار فانفصل الضمير فالضمير تشفت تبوب وأن تبوب منفصل فصار أن أنت ثم زيد مع ما إذا فكر الواء أن خو أي ومن فصار أن ما أنت ثم أدغمت النون في الميم نون الذي ما تفهم كلا يعني نون فكر هذا الميم الذي ما تفهم كلا فصار أن ما أنت وعلى ذلك قول العباس بن مرداع هل ترى وأفعتي قول العباس بن مرداع كار أبا خراشة جاي أما أنت ذا نفرين فإن قومية لم تأكلهم الضبوح بعض بحرفين نسيته بحر الشيء بحرنا نسيه كتير بيته لغة معنى إعراب شايدة بعض الأوزاب غلط نخبرين يوم بعض أبا خرى هو مفاعل شفاء رعي بحر بسيط خراب خراب شيء خراب أنا أريد وزن كي موضوع وزن عروزي كيهتي أبا خرى مفاعل كالجي مستفعلون شتأم وفعل ما أنت ذا مستفعل نفر فعل بره موضوع كي نوع إسلام وكيهتي أواوع يقعد بحري بسيطة بحري بسيط مستفعل فاعلون أما جاري وهي مستفعلون كيهتي مفاعل فعل كيهتي فعل فإن قومي فإن القوم مفاعل شاكر ميلم أو مسافة حي بيبوهن حاولي عشان فتحي بيبياك ميلم فاعل دي تأكل همو عشان لا أو بيبين هما كان يابي الله ملك ذي اللبوع هذه أوعدك تأكل الضبوع حاولي فإن القوم لم تأكلهم الضبوع هذه أعرف خليك لهم قال أصله لأن كنت أمس فعول من ذاته ما ذكرنا أويك للا أنجام للا أنجام والثاني دوبا مرحلة دواني بعد إن ولو الشرطة لدو في نابه لدواء موردي دواما وكا كان حذف لنا قم اسمك يا لدواء إن ولو وبيك هذك شاكيب زي مثال ذلك بعد إن لدواء إن وقولهم قول العربة من المرؤو مقصود بما قتل به إنسان هذا الوقت اختصاص ما نكر أخجرته وقوشتك خطلقيت يا كردين إنسان فسيف وزا على أوشتش مشير به أو أشكفي أخجرته وش مشيرة وإن خنجرا فخنجر وأبا خنجر به خنجر فشاك إن سيفا يعني إن كان ما قتل به سيفا إن يقل أوشتك خطلقيت يا كردوش مشير به فما يقتل به سيف ما يقتل أول يوم ما يقتل به مخدر فيه وإن كان ما قتل به خنجرا فما يقتل به خنجرا يا الناس مزيون بأعمال ابن خير فخير وما ترجع دا وإن شر فشر وشاعرت لا تقرب أن الدهر آل مطرف شاكا إن ظالما أبدا وإن مظلوما يعني بو أبد الدهر نزيج آل مطرف مقر آل مطرف يعني كيف يأتي إن ظالما شو ظالم بي شو مظلوم بي يعني إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما ظالم بي يا مظلوم بي نزيك آل مطرف مكر حالي أما أي إن كان ما قتل به سيفان فالذي يقتل به سيف وإن كان عمله خيرا فالظالم خيرا وإن كنت ظالما وإن كنت مظلوما نرجع ومثاله بعد لو لبعد نواب
قوله عليه الصلاة والسلام إن تنزل الخاتم من حديدين وهروها وقول شاعرش كمان لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل إن نابد الدهر ذو وجار أمين بي ذو بغي إنسان خاوان ظلم وأتأو كسيك ظلمي خرجوا أبين لمكي الوجار أمين نبي با أن إنساني شاء ولو ملكا با ملك يكبر با خادشا يكبر كفادشا كأول المهم به جنوده سربازكاني أو نشتركاني أو نزوربن ضاق عنه السهل والجبل دشتو كيوي ليه تنبو به وعطا أو نزور به دشتو كيوي فرقل به دشتو كيوي تنبو به بثني أواحد حتى على الظالمة كفادشا يكبر أبدا الرجلار أمين نبي أنا قدام شيء بسرهاد متواجبين قدام شيء بسرهاد مثلا أسفكاني ولو ملكا يعني ولو كان الباغي ملكا شو ذو بغي لك باغي أي ولو كان الباغي ملكا يعني كان لك رئيس وقيا حدث أما أنت إيش يعني ولو كان ما تلتمس خاتم من حديد ونبو من آر تلتمس ولو كان الشيء اللي التمس أقل شيء أو شيء التمس كالطوبة قرالي خاتم لك لحديد يعني ولو كان الباغي ملكا خالبي موفق إن شاء الله بسم الله